شنو راح يكون شعورك إذا يوم من الأيام نزلت بمكان بجن أو قبيلة من الجن، وهذا المكان صحراوي وجلست بنصهم وبيناتهم وتصرفاتهم كانت غريبة، وبالبداية ما حسيت عليهم شنو راح تسوي بذاك الوقت. فقبل لا أبدي بالقصة مع اليوم، قصة جن مرعبة ومخيفة. صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، ويلا نبدي بقصتنا. اسمي سعد، ووالدي كان يحب تربية الأغنام، وكان دائما يروح للصحراء ويجلس يم الأغنام، وكنا دائما نجيب عامل يحرس هاي الأغنام ويرعى بيه. لكن والدي كان قلبه متولع بالأغنام. بيوم من الأيام طلب والدي من عندي أروح وياه بعد 3 أيام حتى نغير المكان، لأن هذا المكان صار ما بي منفعة نهائيا. وفعلا رحنا أنا ووالدي، وكان عندنا بذاك الوقت عامل، وهذا العامل من الجنسية السودانية، وكان والدي يعني ما رايح له يمكن فترة أسبوع. لما رحنا وقمنا يعني ننقل بالغراض، كانت تصرفاته غريبة، يصفن يسرح هواي، يتكلم ويا والدي يتأخر يلا يرد. سأل والدي وقال له شبيك، قال له ما بي أي حاجة، مريض شوية. وبعدها نقلنا، واحنا نقلنا الغراض جاي يمشي بالسيارة، دائما هو اللي كان يختار المكان، يقول والدي هو المكان لما يرتاح له أخلي بيه، الأغنام ما عليها أي حاجة. وفعلا بذاك اليوم ظلنا نمشي ونتقدم لغاية ما اختار مكان هو، والمكان هذا اللي اختاره كان بعيد وتقريبا 50 إلى 70 كيلو عن الشارع. المهم كان المكان فعليا جميل، وحتى والدي قال خلص هو هذا المكان. اكو سلسلة مال الجبال كانت لكن ناسية بهالمكان هذا، واحنا صرنا يعني بعيدين عنها شوية، وبدينا ننصب بالغراب، وضيعت يوم كامل. وبصباح اليوم الثاني اتقهوت ويا الوالد والعامل اللي يشتغل عندنا، جرني والدي على صفحة وقال لي شكله ما عاجبني، شفت البارحة شلون تركنا ونام وانا وياك نمنا وما نعرف بيه شو وقت قعد. قلت له ما علي، اخاف تعبان، اخاف ما نايم عدل هو اصلا. المهم صبرت والدي وسكت على هذا الموضوع، واصلا والدي كان يحبه واصلا كان خايف عليه. رجعنا قعدنا ووالدي تكلم وياه، قال له انت مريض بيك حاجة، ضايج من شغلة، ووالدي زيد المرتب ماله، وقال له على الشهر الجديد راح تستلم اكثر من راتبك. وفعلا ضحك بوجه والدي وابتسم. المهم قلت لوالدي لازمك حاجة، تري شي من عندي، انا لازم اروح. وفعلا رحت وغادرت، وبقى والدي يمه جالس بالصحراء. والدي متعود 4 أيام 5 أيام 6 أيام بالزايد ويرجع. المهم انا رجعت للبيت طبيعي، عدى يوم اول ثاني ثالث رابع، اليوم الخامس والدتي قالت ليش ما تروح لوالدك. هذا الكلام كان تقريبا يعني المغرب هالحدود، قلت لها دنيا المغرب وش عندي رايح له، هو يجوز اليوم يجي. المهم والدتي قامت تبكي، قالت البارحة حلمت بي حلم مو زين، وانت تعرفون الوالدة لما تتكلم وياك بعاطفتها ثارتني وصدم وقهرت، قلت اخاف والدي صايد شي. ذاك المكان يعني بعيد جدا واول مرة يروحون بهذا العمق بالصحراء. المهم اللي سويته اني صعدت سيارتي وقلت لوالدتي رايح، رحت لهناك ولقيت والدي جالس بجانب النار، لكن كانت الوضعية مريبة بالمكان، وحتى الحلال مالنا شكله قريب، ووالدي وحده. وأول ما شاف الأضاءة مالتي من بعيد قام وقف وبدأ يلوح لي بأيديه، لأن ما يعرف أصلا أني جاي عليه. وأول ما وصلت ليمه ونزلت مباشرة حضني وبوسني وقال أنت وينك، همزين جيت. قلت له شكو، قال يقعد خل علمك. جلست وكان يقول لي الوضعية غريبة هنا والوضعية مريبة، وما نقدر هسه نطلع من المكان، العامل ما أعرف وين اختفى يوم اللي رحت أنت بهاي الليلة. وبدأ يحكي لي بالقصة لكن كانت مخربطة. قلت له وقف واحكي لي على كيفك، شنو اللي صار وياكم وهسه هو وينه. والدي قال لي ما أعرف بي، وبدأ يحكي لي يقول لي كنت جالس وحاط الراديون أسمع بيه وأقلب بالمحطات، هو كان جالس بجانب النار وأنا كنت ممدد كذلك،
وأنا جاي أسمع سمعت صوت مال أغاني. لكن هذا الصوت ما كان جاي من الراديو، كان هذا الصوت جاي من الصحراء. طفيت الراديو وبديت أسمع أصوات كأنه أكو عرس بالمكان. سألته وقلت له، قلت له أكو عرس بالمكان وشكلنا إحنا جلسنا بمكان بناس وخاف نزعجهم، إحنا هسه نعتبر شباب اثنيننا وعزابين. هذا والدي كان يقول له يشاق وياه شوية، وكان يزيد الصوت أعلى. والمشكلة هنا قام هو مباشرة بدأ يناظر ويطالع وبدأ يتقدم، أتكلم وياه ما يرد علي لغاية ما صار بالظلام واختفى. بديت أصرخ عليه وأصيح لكن ما يجاوبني. قمت مباشرة شغلت السيارة وانطرقت حتى أدور عليه بالاتجاه اللي راح به، وفعلا شفته لكن بعيد وما لحق يروح بهالسرعة ويبعد عني. زدت السرعة بالسيارة لكن هو كان أسرع وخطوته كانت سريعة جدا لغاية ما وصل الجبل، وكان يشير لي بإيده على السلسلة مال الجبال. كانت يعني بعيدة نوعا ما عن المكان لكن تقدر تروح لها مشي طبيعي. ويوم اللي وصل لهناك التف ورا الجبال وأني كذلك، وأول ما التفيت اتفاجئت بخيم منصوبة وبيت مال شعر، ولقيت كمية مال ناس مو طبيعية وشاعلين نار وشكلهم معرسين. المهم قلت عيب يعني أنا أكمل طريقي، خل أفتر وارجع، هذا شكله ممسوس لو بيبله وراح يمشي. وهستونا قاعد أرجع بالسيارة ما حسيت غير واحد قريب جدا من الزجاجة ويقول لي انزل وحياك وما أعرف شنو. المهم نزلني من السيارة، أول ما نزلني استحيت من عنده، أنتوا تعرفون أنا رجال عربي وكذا وتقاليد، فلما الواحد يعزم علي وأنا بهيج مكان ما يصير يعني أمشي. وفعلا نزلت ورحت قعدت بالخيمة مال الشعر، لكن الغريب بالأمر كل واحد يجي ويدخل الخيمة ما يسلم وبس يطالعون بي ويعيدون بنفس الكلمات استريح حياك، بس دن الكلمتين عندهم. والوضعية كانت مريبة شوية، وكان تجي تدخل علينا نسوان وكان مفرعات وطبيعي، وهنا استغربت وهنا شكيت ان ذولا اصلا مو عرب، احتمال ذولا اجانب ويتكلمون عربي، لان العرب والبدو ما عندهم هاي التقاليد نهائيا، ما يدخلون نسوانهم. شوية وقامت الاعداد مال النساء تزيد، وانتبهت بعد اكثر ما لقيت اطفال، وانتبهت اكثر النوب ما كانت اكو سيارات بهالمكان. وقامت هاي النسوان ترقص، ويوم اللي شفتهم اني ما قبلت على الوضعية، وكان بيهم واحد شوية يعني ضخم وجثيث وشوارب كبار، حسبت انه هو يعني شيخ للقبيلة هاي ولا كبيرهم لان كان شكله شوية بيوقار. وقلت له انت يا عم هو هذا الشيء جاي يصير صح؟ مو عيب عليكم تخلوا نسوانكم ترقص قدام الزلم والغربة؟ ما رد علي ابد كأنه ما جاي اتكلم، وظليت احكي شوية. ودخل شخص، هالشخص هذا اللي دخل كان قزم وكان وجهه يعني كثيف بالشعر، لحيته كأنه بعد شوية وتوصل لعيونه وحواجبه مطبوقة، شكله غريب كأنه واحد كان نايم له بكهف، وكان شايل بإيده كوب ولا دلة ما أعرف. المهم كان حاط بيها حاجة على أساس ينطيني إياها وأشربها، أنطاني إياها وكانت فاضية. وهنا قمت أصرخ بصوت عالي عليهم وأقولهم عيب عليكم وأنتوا ما عندكم ناموس وغلطت بيهم وشتمتهم. وبهلتنا صار سكوت عام بالمكان، والكل قام يطالعني حتى النسوان الموجودة، وكان بس شخص واحد يتحرك، واللي يتحرك هذا السوداني اللي يشتغل عندي وكان اسمه قادر. صحت عليه وما رد علي، قلت له قادر قادر وما كان يرد. ردت أقوم من مكاني ما قدرت، حسيت كأنه واحد يعني ماسك ثوبي بقوة، واللي كانوا كلهم موجودين كأنه أصنام ظلوا ثابتين عن الحركة. وفجأة ويدخل علي شخص، والشخص هذا اللي دخل طالع بوجهي وكان يقول لي تترك المكان كله وتترك الصحراء وترجع لعيالك. وأنا هنا أنا ما أعرف شلون قمت من مكاني، لكن عقلي
ما أعرف إيش بي، وكنت أتلفت يمين ويسار أدور على السودان اللي يشتغل عندي، لأن هاي كارثة كبيرة وهذا بمسؤوليتي. المهم رحت سيارتي وصعدت، وأنا جاي أقود بالسيارة قمت أرمي بالحصى والحجارة لغاية تقريبا نص الطريق، ووصلت يم الإبل مالاتي والغنم. نزلت من السيارة لأن خايف ومرعوب وما أعرف شو أسوي. شوية وقمت أسمع أصوات مال غنى وهلاهل قريبة جدا من عندي، وهذا الشيء خلاني أرتعب. هنا أنا عرفت المكان مسكون من جن، وهذا المكان احتمال يكون وادي للجن، أو هذا المكان احتمال يكون بيه قبيلة كاملة من الجن. قمت أقرب آيات من القرآن، وبهذا اليوم تعبت جدا والصبح ما قدرت أسوي أي حاجة. قمت وسويت دائرة كبيرة وحطيت بها الغراض اللازمة، وهذا الحطب ومثل ما شوف أنت المكان بخربط، وهاي الدائرة حصنت نفسي بيها وجلست. لكن كل ليلة يجون خارج الدائرة يسوون أشياء قدامي مو طبيعية، حتى يرتكبون فاحش، يعني مرة ورجال، وهذا السودان اختفى وما أعرف وين. المهم قلت للوالد يلا نقوم نطلع، قال السيارة عطلانة وما راح أقدر أشغلها. لعد أنا كان طلعت وإجيت وحدي بدون ما تقولي. وهذا الكلام كله اللي سمعتوه كان على الساعة 11 تقريبا. بعدها قلت له قوم نعوف الغراض ونعوف كل شيء واصعد بالسيارة وخل نطلع. قال أنا ما خايف من عندهم ولا أي حاجة، أنا محصن نفسي والحمد لله. قوم حصن نفسك وقرأ قرآن. ودخلت يمه بالدارة، ظلينا نسولف أنا وياه، وتقريبا على الساعة 2 بدينا نسمع أصوات ما ضحكات، وبعدها قمنا نشوف يعني ناس تجي تتقدم علينا وتروح، نتعود من الشيطان ويروحون. والدي قال لا تعير إلهم أهمية، لكن أني ما كنت مثل والدي، أتلفت أطالع بيهم أناظر، يعني كان عندي فضول قوي. المهم عدت الليلة هاي كاملة لغاية الصبح، وقدرنا أنا ووالدي الحمد لله والشكر نلم غراضنا والأغنام اللي تبقت عندنا، لأن نصهن فقدناهن والله أعلم يجوز هم أخذوهن، وأخذناهن وطلعنا من هالمكان. طلعنا من هالمكان ورحنا لمكان ثاني وقريب على الشارع، حطينا الأغنام ووالدي خليته يروح، وظليت بهذا المكان يوم كامل. وقلت له لا تعلم والدتي بالسالفة نهائيا، راح تعبان وحالته حالة. ورجع علي تقريبا ورا يومين جايب لي شخص ثاني يحرس بالحلال، تكلمت وياه وقلت له خلاص عوف الحلال، واحنا سعدنا تجارتنا الثانية. الوالد كان يحب هذا الموضوع وقال ذاك مكان مسكون ولا الحالة، بس المشكلة والمصيبة انه هذا اللي كان يشتغل عندنا اختفى، وهاي بمسؤوليتنا. الحمد لله والشكر والدي مبلغ بالموضوع وقال لهم، تركني وانهزم وما سولف لهم على الموضوع مال الجن، قال لهم عافني وراح. المهم عدى تقريبا علينا بهذا المكان شهرين، والعامل اللي كان يشتغل عندنا عامل نشط ومرتب ونظيف، وربطتني بيه علاقة قوية، وخليت والدي بعد ما يجي واذا يريد يجي يقعد له ساعتين ثلاثة اربعة، واظل جالس وياه الا رجعه للبيت ورا هذا الموقف اللي صار بي. فاللي سويته بيوم من الايام، كانوا عندي اصدقاء اثنين ووالدي كان موجود بالبيت، اخذت اصدقائي ورحت قلت لهم اليوم نكشت وكذا وكذا، وكنا اصلا مغيرين هذا المكان، يعني غيرناه ورحنا المكان ثاني، واحنا جالسين ومبسوطين وضحك وقهوة، شفت من بعيد شخص اجى يمشي ويتقدم شوية. الشخص الواحد صاروا اثنين، قلت الجماعة تشوفون، قالوا لي ايه. اتقدم علينا واحد، واول ما وصل كانت الصدمة، كان السوداني نفسه وكان وياه شخص. اول ما اجى ظل يطالع بي وانا طالعت بي متفاجئ، اصدقائي يعني واحد من عندهم كان يعرفه قال مو هذا العامل اللي يشتغل عندكم؟ وقال لي ايه انا العامل اللي يشتغل، انا جيت اريد اخذ حقي من عندهم، انا بذن الغنمات مالتكم الي اثنين، اطلبكم راتب ما انطيتوني اياه. هنا انا طبعا انا ما اعرف شو اتكلم وياه، بس ما لي اخذن هذا الشيء مستحيل. قلت له ما لك اي حق يمي، واذا تريد حقك روح الوالدة تلقاه بالبيت وهو ينطيك حقك وفوقها زياده، وكفي الشر وروح ومو تخوفنا بهذا اللي جايبه. تعرفون هاي ليش هيك قلت؟
لأن اللي كان جايبه وياه ما كان إنسان طبيعي، الطول مالته أكثر من مترين، وصدره كان عريض جدا، ورأسه كبير، وكفه كبير، وكل شيء كان بيه مخيف ومرعب. تخيل كان واقف، يعني ما أعرف شلونه، شكله ما أعرف، يعني حتى كنا حاطين إضاءة، حجب الإضاءة علينا، ضخم جدا هالرجل هذا. المهم كان يقول لي اسمع، هاخذهن واروح، ترى اذا ما انطيتهن ما يصير لك خير، واعتبرهن كلهن ميتات. وناظر بهذا العامل الجديد وقال هذا هم يموت على اساس هذا حارس الهن. قلت له ما راح تقدر تسوي اي حاجه. المهم قمت وقفت وبوجهه، الصراحه كنت خايف من هذا اللي بصف، وهو ما كنت خايف من عنده ابد. قلت له اسمع، العن الشيطان وغادر المكان احسن لك، واذا عندك حق تروح تاخذه من والدي. وهنا اختلفت الحسبة، ورا ما قلت له العن الشيطان. هذا الشان طويل رجع لي ورا، يعني خطوتين ثلاثة، وبعدها بدأ يتكلم وياه، لكن ما جاي أفهم شي يقوله، وهو افتر وغادر. العامل اللي كنا جايبينه ظل فاتح عيونه ويناظر، قال ذولا بيهم بلا اثنيناتهم، واحتمال ذولا اثنيناتهم ممسوسين، سمعتهم شلون يتكلمون، هاي اللهجة أنا سامحها. رق واحد قدام وقام يتكلم بهيج لهجة أو هيج سلوب، هذولا ممسوسين بجن، والله أعلم يكون هذا الضخم من الجن. طبعا احنا بعدنا جالسين وبداية الجلسة وشباب والدنيا زاهية إنه، ونشوف نفسنا احنا جدا أقوياء وما نهتم. المهم قرأنا يعني قرآن بداخلنا، بديت أنا أستغفر في سبيل إذا أكو جن بالمكان يروحون شوية، ونسمع صوت، والصوت هذا كان صهيل مال خيل، والصوت كان مرعب ومخيف لأن كان عدده كبير، يعني مو واحد أو اثنين. وبدأ الصوت يتكرر عدة مرات شوية، ونسمع صوت يعني حوالينا كأنه شخص جاي يستعرض بخيل، ولا شخص خيال جاي يفتر داير ما داير. بهالمكان هذا كان عدة تانكي، والتانكي هذا كان متروس مي وكبير، تقريبا ياخذ 2500 لتر، كان متروس وحده سقط كأنه واحد دفعه ووقعه، وهذا تدرون بيه ثقيل جدا، ومن سابع المستحيلات يسقط وحده إذا مو واحد يسقطه. وهذا الشيء أرعبني وانفزعت، وقلت لأصدقائي يلا خلينا نقوم نطلع. العامل هذا قال راح تعوفون هنا وتروحون، ترى أني ما علي لا غنم ولا حلال، أجي وياكم. وهنا دب الخوف والرعب بقلوبنا، وهذا الغلط اللي صار. كان عندنا بيت مال شعر ناصبينه، التهمت به النار مرة واحدة من العدم. المهم قمنا ما نعرف شو نسوي، اللي يكبر واللي يدعي واللي يقرأ قرآن والحمد لله والشكر. هاي الهوسة مالتنا اللي صارت والدوشة والتصرف اللا أرادي اللي طلع من عندنا جاب نتيجة، وصار هدوء بالمكان. بعد ما صار هدوء ما نعرف شو نسوي، نلم الغراض الروح، لكن الحمد لله والشكر الأغنام ظلن ثابتات بمكانه. وورا ما صارت الوضعية هدوء بهدوء، هنا الشباب كل واحد قام يطلع له سالفة، واحد يقول أنا شفت فلان حاجة، واحد يقول أنا شفت كلاب، واحد يقول واحد، المهم يعني كل واحد شايف له حاجة، وفعلا الجن يقدرون يسوون هذا الشيء. لكن لحد هاي اللحظة دايخ، هو السوداني شنو ووين راح؟ ومعقولة هو اللي سوى؟ ومعقولة هو عده جن؟ المهم باليوم الثاني لمينا الغراض، الشباب ساعدوني لان ما قدرنا نغادر بالليل، ورجعنا لهناك الوالد وسولفنا له، وكنا محملين كل الاغنام بالسيارة. هذا الكلام لما نحكي لكم ما كنت اروح بسيارة صغيرة، كنا نروح بسيارة كبيرة. المهم حملنا كل الغراض ورجعنا، والعامل أبويا صرفه وقال خلاص دني الأغنام تبيعوهن، وبعنا الأغنام مالتنا. عدت أيام طويلة جدا، تقريبا سنة كاملة، وبيوم من الأيام كنا طالعين آني ووالدي ووالدتي ولد عمي اثنين، يعني كانت كلها عائلية، وجلسنا كنا نكشت. المغرب والدي راح يعني حتى يتوضأ، راح المكان في سبيل يقضي حاجته، المكان شوية بعيد، واختارينا مكان بكتبار رملي على مد يصير ساتر انه يعني نقضى حاجتنا به. واللي حدث سمعت والدي ينادينا بصوت عالي، واول ما جيت لقيت اشخاص واقفين من بعيد
ويطالعون بي. قال لي شوف ذولاك اللي طالعوني. هذا الكلام كان المغرب. ظليت اناظر عليهم، صحت عليهم ما ردوا علي شويه وكان يختفون. الوالد عرف المكان مسكون بالجن وكان دائما يعني يحلم بيهم. حتى بهاي الليله احنا ظلينا بالصحراء ما صار شيء وهو قال حلمت بيهم. المهم باحد الاحلام شاف شخص يقول له علي قدين روح اقضي، ووالدي ما يعرف شي يسوي. حرنا جبنا ناس تقرا قران كذا. المهم هذا السوداني مفقد من ذاك اليوم لهاليوم، ما شفته غير مره واحده. وحتى والدي قال لي لا تروح ولا تبلغ اخاف تصير مشكله. المهم بعد ما طلعنا ابد، وهم عدت فتره لكن مو طويله، تقريبا شهرين ثلاثه، وبالليل وسمعت الباب تندق. والدي كان موجود بالداخل ووالدتي. الوقت متاخر، من يدق علينا الباب بهالوقت؟ رحت فتحت الباب والقى السوداني جالس على الباب ومنطين ظهره. تفاجأت بشكله الغير مرتب، خفت من عنده، سديت الباب ورجعت اركض الهث. والدي قال لي شبيك؟ قلت له السوداني موجود برا. طلعنا برا ولقيته بعده على جلسته. والدي انقهر علي وقال دخل لي جوا. دخلت لي جوا وكان عقله طاير، وشفت حواجبه لونه ابيض، شعر راسه شكله متغير، ضعفان وتلفان. ظل يومين تقريبا ما يعرف هو اصلا جاب لهذا المكان، ولما اساله ما يجاوب عدل. وبعدها وديته للدكتور شيكوا عليه، قالوا هذا يفقد الذاكره مات يعني وترجع له، وعنده ما اعرف يسموها الذاكره القصيره ما اعرف شنو. المهم ظل اسبوع كامل يمنا وما كنا نفهم منه ولا حاجه. بيوم من الايام رحت اوديه الاكل، كانت عندنا غرفه خارجيه مخلي بيها، وهاي الغرفه الخارجيه مرتبة من سرير دورة مياه بصفها، يعني كانت مجهزة من كل حاجة. طلعت ولقيته جالس بالقرب من دورة المياه ورحت عليه. تكلمت وياه وكان طبيعي. قال لي أنا ما جاي يعوفوني، وأنا متزوج من جنية وجاي يطاردني، وهم جابوني خلوني هنا. كان كلامه مخربط، لكن اللي افتهمته من عنده أنه هو متزوج من جنية. رحت لوالدي حطيت العلم عنده. المهم شاله والدي بالسيارة وأخذه ورحنا الشخص. قام يقرأ علي القرآن، وهو جاي يقرأ علي القرآن كل ساعة واحد يتكلم شكل، الغاية ما تكلمت مرة وعجوز وقال الزوجي وما عوفة وما عوفة نهائيا، ونجوم السماء أقرب لكم ومن هالسوالف. المهم زاد عليها بالرقية، بدأ يهددها بالحرق يخوفها ما أعرف شنو، واقتنع وغادروا جسده. رجع المسكين الطبيعته وبدأ يتذكر هواي أحداث صارت وياه، وكانت كلها أحداث غريبة ومرعبة. يقول يشيلوني يفترون بيه، أحيانا يودوني المكان ثاني وأصحى ألقى نفسي أنا المكان، أحيانا ألقى نفسي بكذا. يقول مرة لقون الشرطة قدامي وأنا كنت يعني أبوعي، وبديت أصرخ عليهم مصيح حتى يجون علي بالصحراء، وهم يجوي صاروا بيني وبين الشرطة واختفيت كأنه صوت انحجب وانسحبت ورحت. كان يحكي اشياء خارقة للطبيعة جدا وبتفكير شاطح. المهم بعد ما رجع زين يعني عقله ها رجع له شوية، قال انا بعد ما ابقى هنا وما اقدر، اذا تبي تسوون الي فضل وجميل سافروني. وسولفت له عن الموقف لما اجى علي ما كان يتذكره ابد، وسفرناه ورجع لاهله وما نعرف. من ذاك اليوم انقطعت اخباره، وهاي القصة اللي سمعتوها اليوم قصة حقيقية على لسان صاحبه، ناشرها بأحد المواقع وحالف وقاسم، وهي تبقى قصة يعني نتسلى بيها وناخذ الحكمة من عدها والعبرة. وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.